السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن واحد هو بيكتب بيحصل غلطات، بكتب كلمة غلط وهكذا. طيب لو انت بتكتب على جوجل دوكومنت، وانا صراحة بحب افضله كتير، بحس ان اي مكان في العالم تقدر ان انت تعمل اكسس او تفتحه وتقدر ان انت تعدل عليه. طيب بداية من قائمة فايل هنا، لو انت عايز تأكد ان انت مفيش غلطات ويعمل تشيك على اللغة، بتيجي هنا بتبدأ تختار الدوكومنتس بتاعتك، سواء بقى بالعربي او بالانجليزي او فرنساوي، ايا كان اللغة اللي انت بتستخدمها، بتختار من فايل لانجوج اللغة اللي انت حاببها. طيب برضو بنيجي هنا بقى من تولز، ونتأكد من سبيلنج جرامر ان هو متعلم على شو سبيلنج وشو جرامر، وممكن تضيف بيرسونال ديكشنري قاموس خاص بيك كلمة معينة. طيب بعد كده بتدوس على العلامة ديت، أو ممكن توصلها من هنا، فبيبدأ يفحص ويبدأ يشوف إذا كانت في كلمة فيها مشكلة ولا لأ. تمام، لو هي أنت شايفها صح بتقول له عدلها، وتقول له أكسبت مثلا لو أنت موافق. تمام، ده الفهرس عشان الصح إنها تتعدل تحت، يبقى تتعدل. طيب دي في مش لازم كل الاقتراحات تكون مظبوطة، ممكن يكون هو يعني مش شبه عليه او كلمة جديدة بالنسبة له، فبتقول له اجنور. لو انت وافق عليها بتقول له اكسبت، يعني ده اختصار كلمة معينة نظام معين، فهو بالنسبة له الكلمة دي اول مرة اشوفها. وبرضه ممكن ان انت تيجي هنا من جوجل كروم وتقول له سيتنج، وتدخل على تشيك اللي هي اللانجوج. تمام، وتقول له بقى انت عايز. بالتجربه انا شفت ان البيزك بالنسبه لي كانت افضل صراحه. ويوز سبيل تشيك فور انجلش ارابيك. طيب انا ممكن اقول له انا عايزها في العربي وعايزها في الانجليزي، وانت ممكن تقول له فعل لي مثلا يونايتد كينجدوم لو انت بتكتب بالبريطاني.